السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا، قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. ناس كتير بتتصل عليا وبتسألني عاوزين نشتروا غنم، تعرف مزرعة كويسة نشتري منها، أو تعرف تاجر معين نشتري منه، أو تعرف حد معين على النت أمين نشتري منه. الناس اللي اتصلت عليا وسمعوا الفيديو دلوقتي عارفين الإجابة. الإجابة كانت أفضل مكان تشتري منه هو السوق. السوق فيه الغالي، فيه الرخيص، فيه الحلو، فيه الوحش، فيه الكبير، فيه الصغير، فيه الوالد، فيه العشار، فيه اللحم، فيه الأنية، لحول الأنية، فيه النتاية اللي علوش عشار، فيه كل حاجة أنت عاوزها. الحاجة الحلوة ليها سعرها وليها ناسها، والحاجة الوسط ليها سعرها وليها ناسها، والحاجة الوحشة برضك ليها سعرها وليها ناسها. وعلى قد لحافك مد رجليك على رأي المثل المصري، كل حاجة وليها زبونها، وكل كل واحد بياخد الحاجة اللي على قده وربنا بيكرمه وبيرزقه من وراها. موضوع حلقة النهاردة ازاي تشتري، تنزل السوق تشتري لوحدك، مكنش معاك حد ولا معاك سمسار، وحتى ولو عمرك ما نزلت سوق قبل كده، حتى ولو عمرك ما نزلت سوق قبل كده، ما نزلتش سوق قبل كده خالص، ومعرفش عن الاسعار ماشيه ازاي. قدامك ولله الحمد مثال عملي، انا ولله الحمد اول مره نزلت السوق فيها ما كانش عندي اي خبره، ما عنديش اي صديق في السوق، ما اعرفش اي حد في السوق، ما كنتش واخد حد معايا، رايح لوحدي، وما كنتش اعرف الاسعار الغنم ماشيه ازاي. والله حتى مكان السوق ما كنت اعرفه فين، عارفه انه بس ان هو في مطروح ويوم السبت والتلات، ده اللي كنت عارفه. خدت العربيه، اجرت عربيه ورحت ومعايا فلوس عاوز اشتري غنم، معايا فلوس عاوز اشتري غنم. اشتري غنم ايه؟ اشتري غنم تجاره، يعني عاوز اتاجر، مش عاوز اركنهم واربيهم. انا ممكن اجيب الغنم اجيبها غاليه، بما اني اول مره انزل ممكن اجيب الغنم غاليه، اجي ابيعها ما اعرفش ابيعها على سعرها غالي، اضطر غصب عني اركنها واسمنها عشان السعر الزياده اللي زادت 100 جنيه 200 جنيه هيروح في مدى الدورة 4 شهور. لا، ولله الحمد، ولله الحمد، الفضل الأول والأخير لربنا، رحت وكانت أحلى أول مشوار من حوالي 6 سنوات تقريبا، أحلى مشوار عملته. رحت واشتريت حوالي 25 أو 27 خروف أنية في العربية الربع نقل الدبابة، وجيت وبعتهم أحلى بيعة. وكنت بروح مرتين في الأسبوع، يوم السبت ويوم الثلاث، وكنت ببيع في خلال يوم أو يومين العربية اللي كنت بجيبها من مطروح. ده كله فضل اول اخير لربنا. فالفيديو لو فيديو النهارده ممكن يطول. عندك خبره في الشراء اقفل الفيديو من دلوقتي واتكل على الله. عندك خبره في الشراء في الاسواق، موضوعنا كله هيدور حول الخبره. هفضي لك الخبره اللي عندي كلها عشان وانت قاعد مستريح في البيت، عشان تعرف تنزل تشتري لوحدك ازاي. عندك خبره اقفل الفيديو من دلوقتي واتكل على الله. ما عندكش الخبره اسمع بالتفصيل، فتح ودانك واسمع كويس وسجل النقاط اللي اقولها لك، ضروري تحفظها مظبوط. قلنا اول حاجه عشان تعرف تنزل تشتري بسعر كويس وما يكونش معاك اي سمسار، لازم تفهم قواعد السوق اللي انت نازله. كل سوق ليه قواعد في الشراء وفي البيع وفي الضمانه، كل سوق ليه قواعد في الشراء والبيع والضمانه، ضمانه الحاجه اللي انت بتشتريها. السوق عندنا في اسكندريه هنا مقسومه لجزئين، يعني سواء عرب شاملة من اسكندرية ومغرب، اللي هي اسكندرية وامشي العمرية، البرج، الحمام، مطروح، الضبعة، مطروح، وهكذا السلوم، طول ما انت ماشي مغرب. دي اسمها سواء العرب، سواء العرب اللي هي اساسي الغنم البرقي. بعد كده من اسكندرية ومقبل دي تعتبر سواء الفلاحين، البحيرة وانزل، البحيرة والقاهرة ده وانزل تحت، دي تعتبر سواء الفلاحين. اما خط الصحراوي بتاعنا ومغرب كله ده يعتبر سواق العرب. سواق العرب، سواق العرب ليها نظام وسواق الفلاحين ليها نظام. قبل ما نقول لك النظام، نقطتين مهمين بس، فرق مميز ما بين سواق العرب وسواق الفلاحين. سواق العرب مفيش سوق يخلو من النصابين، دي تحطها قاعده، مفيش سوق يخلو من النصابين والكذابين، ولكن في سواق العرب 20% نصابين و80% ناس كويسه. سواق الفلاحين العكس، 80% نصابين و20% ناس كويسه. البيع
في سواق العرب بيكون علني فوق العربية، بتسمع الناس كلها تسمع السعر اللي الراجل اشترى بيه. سواق الفلاحين ياخدك تحت باطه ويجري بيه ويروح بيك على جنب، بكام والحكاية والرواية، يجي الغنم اتباعت، اتباعت بكام؟ ربنا يبارك له خلاص، ويعمل عليك حفلة. فسواق الفلاحين فيها نصب كتير عن سواق العرب. موضوعنا النهاردة هندرج لك تحت سواق العرب، يعني كلامي كله هيكون على سواق العرب اللي هي بتاعت الغنم البري، اللي هي شاملة سوق العمرية، سوق البنجر، سوق بهيج، سوق مصطفى اسماعيل، سوق الحمام، سوق الضبعة، راس الحكمة، براني، مطروح، السلوم، كل الاسواق ديت، وادي النطرون، الاسواق دي كلها، سوق العزة، الاسواق دي كلها تعتبر سوق العرب وليها نظام موحد كله. الاسواق دي مخصوصه للغنم البري، اساسي فيها الغنم البري. اول حاجه النظام بتاع، هقول لك القواعد بتاعتها، لان ده السوق، سوق الفيديو اللي نزلته الصبح كان من سوق العمريه، من سوق البنجر، سوق السبت النهارده، سوق البنجر، نزلت لقطه كده خفيف، جوله صغيره كده بسيطه، عشان بوريك عن نظام السوق. على فكره الاسواق اللي بصور فيها دي مفيش حد بيصور فيها نهائي، فالناس كتيرة رافضة التصوير، فأنا عشان كده معرفتش أجمع لك فيديو كويس، ولكن دي لمحة بسيطة، لو لقيت فيه إقبال على الفكرة هننسق مع ناس بحيث نجيب لك أسعار السوق كل أسبوع إن شاء الله بإذن الله. المهم القاعدة الأولى، إزاي طريقة البيع والشراء في أسواق العرب؟ بتدخل العربية محملة غنم، تدخل العربية محملة الغنم، بيتلم حواليها التجار، بيتلم حواليها التجار، بيعملوا عليها زي مزاد، بس مش مزاد اللي في بالك، مزاد حكومي، لا، هو عبارة عن مزاد التجار مع بعضيها، بيطيبوا الشروة مع بعض. فأنت داخل جديد ما تدخلش وتزود، أنت تسمع، تسمع بس، وتعرف قالوا مبروك بكام، باركو بكام، وتبص على الغنم، عشان هتقارن بيها، هتقعد، أنت ممكن أول يوم ما تشتريش، لو أنت مش مستعجل. استطلاع اول يوم وتاني يوم مش مشكلة، اول سوق وتاني سوق تستطلع، بحيث تثبت تشوف الحجم اللي اتباع والعدد، الانواع، الحجم، العمر، النظافة، شوف اتباع بكام وشوف ده اتباع بكام وده بكام، تعرف فين الغالي وفين الرخيص. دي اول نقطة، ما تفتحش بقك، استمع بس، اسمع بس. سوق العرب تعرف تسمع بسهولة، لان البيع على الملأ، بتبقى الناس راكبة في العربية بكام، ب15، ب16، ب15 ونص، 16 ونص، يزود ماشي، مبروك بال17، مبروك. من ناحيه الامانه انت ممكن تبقى واقف مثلا على 10 خرفان، والناس التجار بداوهم مثلا ب1200 الحته، 1200، 1300، 1400، وصل 1500، مبروك، بارك قدامك بكام؟ ب1500. يروح هو بيدفع الفلوس في خصله كده عند العرب، يقول لك القص، بيقص، يمسك فلوس ال 10 خرفان مثلا، في 15 عاملين 1500، عاملين 15000 جنيه، 10 خرفان في 1500 جنيه عاملين 15000، يجي يحاسبه يديله 15000 ويمسك منهم 200 300 400، ممكن الراجل ما رضاش يسيب حاجه، يمسكه 100 بالعافيه كده، 100 يقول له فتح باب. فمن باب الامانه عندهم لما تيجي تقول له انت سامع وعارف ان هم خدوا بال15000 الشروه، فلما الناس تاخدها بقى، استنى بقى على ما هم يشتروا وينزلوا الغنم من العربيه، انت سمعت خدوها بكام؟ تقول له بكام والله الله وكيل الغنم، يقول لك والله لسه منزلينها بعربيه ب 1500، الحته ب 15، لو هو مسك بيقول لك والله مسكنا 200 واحنا بنحاسب، مسكنا 200، مسكنا 300، ما مسكش حاجه. انت ممكن تقول له ما مسكتوش اي حاجه منها، لا والله ما مسكناش حاجه، خلاص يبقى انت بتشتري بالعرق. مش هنخش بقى في موضوع الشراء، احنا دلوقتي بنتكلم على نظام الشراء دلوقتي، لسه انا بخش على نظامك انت هتشتري ازاي. انا بفهمك من باب الامانه اللي هو من ناحيه العرب، انه بيقول لك لما يجي تقول له اشتريت بكام، يقول لك والله اشتريت بكذا ومسكنا كذا. انا لسه مش هتكلم انت ازاي هتشتري. اديك اول مرحله الغنم بتدخل في نظام السوق ده الطبيعي، تدخل الغنم يتلموا عليها حواليها التجار، يعملوا عليها مزاد، فلان مبروك اعلى سعر جابوه، وخلاص طبعا الناس مش بيعلوا كده وخلاص لغايه ما يقول مبروك، لا، ده بيقفوا عند سعر معين، هم شايفين الحاجه بيقدروها، دول تجار في السوق كل يوم، ممكن العربيه تلم على 10 تجار، يشوفوا السعر، عارفين السعر قابل للزياده يزودوا، مش قابل ما حدش بيرضى يزود، لغايه كده طب خلاص، يرجع يقول ايه مبروك خلاص، يبارك، نزلوا الغنم. طب دي اول حاجه، في الراجل صاحب الغنم مش عاوز يبارك، وصلوا ل 15 الناس 1500 الراس مثلا على العربيه، 10 خرفان مثلا في 1500، صاحب الغنم مش عاوز يبيع،
في زياده يا جماعه، في زياده، محدش عاوز يزيد. سابوه ومشي. التجار سابوا العربيه، الغنم قاعده فوق العربيه. الغنم قاعده فوق العربيه. في الحاله دي لما انت بتيجي بتسال، بتقول له عندك كام؟ لان هو الغنم بتاعته ما اتباعتش، يعني وصلوها لك كام؟ عندك كام؟ فبيقول لك والله عندي 1500 في الحته. في الحاله دي انت ممكن تزود 200 جنيه في العدد كله، مش لازم تزود في الحته 100 جنيه، 100 جنيه ياما. ما انت لازم تعرف نظام الزياده هناك ماشي ازاي. 15 حته لما تزود 100 جنيه في الحته زودت 1500 جنيه ياما. انت ممكن تزود في المجموعه كلها، هنقول له ماشي هنحط لك كام؟ عاملين 15000، هنحط 100 كمان. هنحط 200 كمان، مش على الحته، على الكل. 15 خروف هنحط عليهم 100 جنيه، 200 جنيه. يقول لك لا لا انا مش على 100 ولا على 200 يا عم الحاج، والله احنا لسه في مصاريف ولسه في ولسه ولسه. المهم بتسيس امورك، ده لما انت تشوف الحاجه تسوى. لفيت وسمعت وعرفت ان شفت الحاجه دي تسوى، بتشتري، مبروك مبروك. اما بقى ودفعت الفلوس وخدتها حملت غنمك، بتقلب غنمك قدر المستطاع واحده واحده وانت بتحمل، لان الغنم بتبقى في العربيه كبسه بعضها مش باينه. بتشوف طبعا العيون، العيون سليمه، بتشوف فتحات الانفيه، اغلب الغنم بتبقى فيها افرازات ديدان نغف او من النقل، بس يعني الناس ما بتركزش عليها قوي. ولكن اهم حاجه العيون سليمه، مفيش اسهالات، البطن سليمه، الكرش سليم. يعني مش هقول لك لا تجيبه هزلان خالص ضمران، ولا تجيبه الظهر عريض بتاعه، مفيش باين حركته مشيته كويسه، ترفعه من تحت، الخصيه بتاعته مظبوطه، العضو بتاعه مش بارز، رجليه سليمه عدله. فدي حاجات كتيره بتبان، وفي حاجات ما بتبانش غير لما تروح. الضمانه عند العرب 7 ايام، اخدت يوم السبت يبقى معاك لغايه يوم السبت. العيوب ايه هي؟ الضمانه، الدوشان اللي هو الدوران بيرجع زي السلام عليكم على طول، مفيش في كلام، بدوشن يرجع خلاص. رقم 2 العروق اللي هي حاله صرع، بتجيله حاله تشنجات، يقع في الارض كده ويقعد يتشنج. التهاب رئوي اللي بيقولوا عليها نفته، تلاقي الخروف بيتنفس من بطنه كده ونفسه مش طبيعي، الغنم كلها هديت واستريحت وهو عمال بطنه تطبل. نفته، قاطع اكل من يوم ما جه مش عاوز ياكل، ممكن يكون بالع، ممكن يكون حاجه في كرشه، ممكن يكون كبد تعبان، بالع بيرجع. في اي عيوب في الحركه، في الماشيه، في الخصيه بتاعته فيها ورم، العضو بتاعه بالج اللي هو العضو بتاعه طالع، رجليه مقوصه، رجليه بتاع معوجه، ده بيرجع. لو 5 6 عيوب دول بيرجعوا، فانت لازم وانت بتشتري الغنم تاخد رقم تليفون صاحب الغنم اللي انت اشتريته، تاخد رقم التليفون عشان في اي حاجه اول ما تروح تقلب الغنم في البيت، تتفرج على وهي كل واحد لوحده كده، لما يتفنطوا في الحوش المساحه الواسعه، وتحط الاكل كله داخل على الاكل، وتشوف حركتهم ومشيتهم تمام التمام، خلاص تمام. مش تمام بترن عليه اول ما تروح، يا فلان الفلاني في خروف في الوضع 1 2 3. لو هو راجل امين وكويس هيقول لك هات الخروف واللي انت عاوزه، بترجع بالخروف. انت تغرم مواصلات انت طبعا، هترجع بالخروف، ياخد الخروف يديك واحد غيره يديك فلوس. الراجل فيه لوع وفي نصب، لا والله ده انا مديهم لك سلام، ده انا مديهم لك مش عارف ايه، لا، في الحاله دي بترجع للسوق، بتاخده معاك السوق اللي بعديه، وتشوف اذا كان السوق عليه مطلع اللي هو عليه ناس صحاب السوق، وتقول لهم انا واخد الخروف ده الاسبوع اللي فات من فلان الفلاني، والخروف فيه عيب اهو قدامكم، العيب بتاعه مش عاوز يرجعه. في الحاله دي يعملوا له قعده وبيرجع غصب عنه، طالما الخروف في عيب شرعي خليه يرجع. سوق زي سوق البنجر اللي كنت فيه النهارده ما عليهوش ناس، ملوش صحاب، لان ده سوق على طريق مفيش ناس بتبقى واقفه على السوق. في الحاله دي بتشوف ناس تدور على حد كبير، راجل محترم كبير من كبار السوق يعني، راجل هتشوف بقى اي حد تدخل عن طريقه لاي واحد يكون كبير، يعني من كبير في المنطقه، مش هقول له كبير سن، كبير في المنطقه، بحيث يقعده لك في السوق، في قلب السوق يقعده ويحكم لك على طول. طالما في عيب شرعي انه يرجع، بيرجع على طول، مفيش فيه نقاش، مفيش فيه اي جدال ولا نقاش. الخروف فيه معيوب وخده عليه اسبوع، ما فاتش عليه الاسبوع بيرجع، مفيش فيه كلام. دي نقطة من نقط اللي هي العيوب اللي بترجع. طبعا احنا قلنا ده كده، انا استعجلت في نقاط انك انت اشتريت الغنم، انا كنت عاوز اخلي اشتريت الغنم دي غير اخر حاجة. طيب الناس اشترت الغنم، انت ما سمعتش اشتروا بكام؟ التجار اشتروا الغنم ونزلوها في الارض، خلاص التجار فرشت بالغنم،
والناس العربيات مشيت طلعت، فكلهم فرشين في الارض، بتقف بتدخل عليه. في ناس بتبقى فلاحين على قدها، يعني ان واحد عرباوي على قده جايب له خروف خروفين من البيت، فجيبهم في توك توك ونزلهم واقف بيهم في الشارع في السوق. وفي واحد وفي تجار اشترت، فانت بتيجي تقف، انت ما انتش عارف اللي اشترهم ده تاجر ولا هو صاحبهم، واقف على شويه غنم. تدخل عليه، والله كام عندك في الحواله؟ يا عندك كام؟ يقول لك والله لسه، والله ما حدش عطانا. اقول له شاري؟ يقول لك ما حدش عطانا. طب شاري؟ شاري معناها هو ممكن يكون شاري، يقول لك والله شاري كذا مثلا، شاري انا افضل برضك ثابتين على المثال بتاعنا 10 خرفان، شاريهم الحته ب 1500 جنيه. لما يقول لك انا شاري ب 1500 الراس، تقول له عندك ولا شاري؟ اعطوك كام؟ اعطوك. يقول لك والله انا شاري، شاري ب 1500 الراس. لما يقول لك كده خدها قاعده دي عشان ما تحصلكش مشاكل في السوق، النقطه دي ركز فيها كويس بالناس سواء العرب. لما يقول لك شاري ب 1500 اوعى تقول له ب 1490، اوعى تقول له ب 1490. يقول لك انا شاري الحته ب 1500 ودافع فلوسها ما مسكتش حاجه. لو صادق يقول لك انا مسكنا والله كذا، ما نطقش بقى ما مسكش حاجه. شاري ب 1600، شاري ب 1500، اوعى تقول له ب 1490. ليه؟ هو اشترى ب 1500، انت تقول له ب 1490 يعني بتنقصه 10 جنيه من الحته. 10 جنيه معناه كده ان انت بتقول له ايه؟ بتقول له ان انت كذاب بس بطريقه تانية. ان انت بتقول له انت كذاب بس بطريقه غير مباشره. بتحصل عركه، بتحصل عركه، ممكن يتعارك معاك صاحب الغنم. يقول لك ازاي انا بقول لك ب 1000 ونص تقول لي انت ب 1490؟ انا بضرب لك مثل، ما بقولكش تقول له ب 1400 ولا ب 1300، انا بقول لك لو نزلت 10 جنيه. ازاي انا بنقول لك شاري ب 1000 ونص وانت تقول لي ب 1490؟ ذات يعني بتقول انك كذاب، ان انا حرامي وممكن يمسك معاك كده. وحصلت قدامي واحد وحصلت عركه بسبب الكلام ده، ان هو بيقول شارب كذا والتاني ده والله ما كان بيقول بيشارب كذا كمان، ده هو كان بيقول له كام؟ قال له اعطوني 1600. قال له طب ما تسيبهم لنا ب 1500. قال له هبل انت، هبل انت ما تفهم؟ هنقول لك اعطوني 1600 تقول لي 1000 ونص؟ يعني هتزود يا تتكل على الله. دي نقطه تخلي بالك منها. طب امتى يقول لي ب 1000 ونص وانا اقول له ب 1000 جنيه؟ هو يقول لي شاري ب 1000 ونص وانا اقول له ب 1000 جنيه وما يفتحش بقه ولا يحصلش اي مشكله. امتى؟ لما انا وقفت على الخروف بكام دولار يا حاج؟ والله الواحد شاري ب 1500، انا شايفه غالي على ال 1500 ياما، بسيبه وبمشي. يروح ماسك دراعك يقول لك طب استنى بس تعالى قول، قول يمكن انا اشتريت غلط ولا حاجه، قول سعرك. طالما قال لك قول يبقى فتح لك النور الاخضر، اتكلم براحتك ما تخافش، اتكلم براحتك وما تخافش. اما ان هو نصاب كان عاوز يزود عليك السعر يشوفك فاهم ولا مش فاهم، واما ان هو مش نصاب اشترى فعلا ب 1500، بس طبعا في اخر السوق، السوق هيشطب فمحتاج يمشي، مش عاوز يشيل مواصلات، معهوش عربيه، هيشيلهم في المواصلات وهيروح يديهم البيت وهيصرف عليهم علف ويرجع بيهم الاسبوع اللي بعده والغنم تتبهدل. ممكن تكون الغنم جايه من ورا امها نظيفه وكويسه، بتاخد لها يومين بهدله لما تتفطم من ورا امها، فمش عاوز يروح. مقابل ايه؟ مقابل انه ممكن يسيب. يعني ممكن هو شاري ب 1500 قعد لاخر السوق، مش الناس ما بتشتريش، فيقول لك والله ابيعه اسيب فيه 100 اخسر فيه 100 جنيه ولا 150 وما اروحش، وبدل ما اروح بيها احسن، بدل ما اروح بيه اخسر فيه 100 احسن اروح بيه. في الحاله دي اتكلم براحتك، لما يمسكك يقول لك قول، قول براحتك وانت مطمن. قول والله انا شايفه يسوى 1300، 1300. يقول لك لا والله ده انا دافع فيه 1500 والله، طب حتى نسيب لك 100 حتى. لا والله انا شايفه 1300، يجي معاك ولا ما يجيش؟ لا والله يقول لك هيجي، يقول لك ما يجيش. انت شايفه يجي ب 1400؟ طب والله ماشي حطينا 50 كمان 13 ونص. لا والله بال 14 انا هسيب لك 100 وعشان اتكل على الله وربنا يعوض في شروه تاني. شايفه بال 1400 حلو؟ مبروك. مش شايفه بتمشي. فدي نقطه تركز فيها كويس. اوعى يقول لك بسعر شارب كذا او عندي كذا وانت تنقص، الا لما يقول لك يعني ممكن شاري تحط لها خط احمر، يقول لك عندي يعني ناس على طول كذا، دي خط اصفر يعني في ناس بتقبل. يقول لك والله عندي 1600، يقول لك والله ما تسيبنا بال 100 وخلينا ب 1500، يقول لك والله عندي 1600، قال له والله يا حاج اللي عمل ما اشتراش،
ممكن في ناس بتربط الدماغ، يجي واحد بيشتري غنم من على تاجر بيشتري غنم من على العربيه بكام يلا فتحوا الباب، فتحوا الباب ب 1300، طب 1400، هي الغنم تسوى 1500، طب 1400، طب 1500، لا الراجل يشوف الراجل صاحب الغنم قافل دماغه مش عاوز يبيع، لا لا كانه بياخد سعره خلاص، طب 1600 يا حاج مبروك، طب 1700 مبروك، لا لا مازال يسيبوه يمشي كده، ربط دماغه بكام، لما يجي واحد يقول له عندك كام يقول له عندي 1700، الغنم ما تسوش 1500، ده اسمه ربط دماغ. ليه؟ التاجر شافه قافل دماغه مش عاوز يبيع، ده جاي ياخد اسعاره ويمشي، ودي بتحصل كتير قدام عيني، الخروف ما يسوش 1500 والناس توصله له 1700 وما يرضاش يبيع، واتربط دماغه المعلم. طب مين هياخده منك 1700 غير واحد مغفل ما يعرفش الاسعار؟ عشان كده عشان تنزل السوق تشتري كويس، تسمع من ناحيه سوق العرب، تسمع باعوا بكام، وتشوف الشروه دي بتتباع بكام، ودي بكام، ودي بكام، ودي بكام، ودي بكام، ما تشتري، ما تزودش فوق العربيه، ما تزودش والغنم فوق العربيه مع التجار، لان ممكن يشوفوك يتغاظوا منك، يزودوا عليك ويخلوك تشيلها، يا مثلا هم يزودوا لغايه ما يغلوا ويسيبوها، يجوا يقولوا والله، بس بيطلعوا منها عادي بعد ما يربحوا، يقول لك والله يا حاج تشاورنا مع بعضينا السعر غالي، والله يا حاج مش جاي معانا، عادي ممكن يغلوا عليك، انت مثلا عاوزينك انت تشربها غاليه، انت تقول هي ب 1000 ونص، يقول لك 1600، انت تقول 1700 وهي ما تسوش 1000 ونص، لو درست عليهم والله يا حاج ما تجيش معانا، والله تشاورنا مع بعض غاليه، يا اما انت تشربها تاخدها انت، يبقى شربوها لك انت، فخلي بالك ما تزودش، سيب التجار يشتروا وخش اشتري بالعرق. ما تكلمناش صحيح على الطريقه الثانيه، ما تكلمناش، احنا قلنا الناس اشترت، التجار اشترت الغنم اشتراها ب 1500، على فكره عشان كده ترتيب النقاط مش جاي، ساعات نقطه تتقدم عن نقطه، عشان كده بقول لك اللي يسمع يسمع للاول للاخر، اللي عاوز يستفيد هتنطط والله ما هتفهم، لان الجمل مش مترت، الترتيب المنطقي بتاعها في نقط، نقط بتتنسي، من قدام بتيجي ورا، ومن النص بتيجي في قدام، فخلي بالك اسمع الفيديو كامل هتوصلك المعلومه كامله، ما سمعتش الفيديو كامل ما تقعدش تسالني كتير، وناس تقعد تستفسر كتير اسئله موجوده كلها في الفيديو، هو مستعجل ومش عاوز يسمع التلت ساعه دي ولا نص ساعه، دي احسن لك من مشاويره تقعد تقضي سنه مشاوير عشان تكتسب خبره، انا بنقول لك بنكتسب الخبره في نص ساعه. المهم في ناس بعد ما بتشتري يعني بعد ما تشتري يقول لك والله عندي كذا وما بعتش، يعني انت شايف انها تقبل زياده بتزود، مش شايف انها تقبل زياده اقول له حلوه كده والله يا حاج، حلوه كده والله، انت شايفها زياده غاليه لا بتسيبها وتمشي الا اذا مسك فيك. اشترى بقول لك والله شارب كذا وشايفها حلوه وعاوزها ب 1000 ونص، الغنم تسوى 1600، شايف الغنم تسوى 1600، طب يا حاج كام خروف دول؟ 15، طب سيبهم لنا ب 100 جنيه. لا 100 جنيه شويه يا حاج في ال 15 خروف، مش الخروف ب 100، ده اسمه الشراء بالعرق، اشتري بالعرق. لما تقول له والله عندك كام؟ شارب كام؟ يقول لك والله شاريها رخيصه. شاريها رخيصه يا حاج، ما سمعني سعرها الرخيص، وانا لو سعرها رخيص انا شايف سعرها رخيص هنزودك. الله اكبر. هنزودك وهناخدها نشرب العرق. انا لما انا الشرايه كله في السوق ما بش... الناس كلها اللي عارفاني ما بنشريش غير بالعرق، يعني نربحك فيها وناخدها. امتى نربحك فيها؟ لما نشوف السعر اللي انت شاريه رخيص، يعني انا بفهم السعر يسوى كام، ما بشتريش من مفتحش الباب. اوعى النقطه الاولى قلت لك وانت بتشتري تسمع بس، النقطه الثانيه اوعك تفتح باب، فتح الباب يعني ايه؟ والله يقول لك انا لسه جاي، والله جيت متاخر السوق ومحدش فتح الباب، كام عندك؟ الراجل صاحب الغنم واقف بيه، كام عندك يا حاج؟ والله لسه جايين محدش قال. إيه؟ طب شاري؟ لا والله ما شاري، ده جايين من البيت. افتح الباب يا شيخ، افتح الباب. اوعى تفتح الباب طالما ما بتفهمش في الاسعار، اياك، لان الكلمه اللي هتقولها هيتعلق فيها. انت ممكن تبقى معاه 10 خرفان تفتح له الباب ب 1000 ونص، هم ما يسوش 1300 في السوق، يبقى انت لبست الخازوق، لبست الخازوق. دايما اقف على الحاجه المتسعره، الحاجه اللي واخده سعر، يبقى الاول تسمع وتقارن الاسعار وتقف على الحاجه، وتاني نقطه اوعى تقف على ارخص حاجه وتشتري فيها، زي ما قلت لك اما بالعرق او تزود عن اخر سعر لو انت شايفها تقبل زياده. والنقطه الثانيه اوعى تفتح الباب، فتح الباب يعني انت تقول اول كلمه في الغنم،
لو واحد مسك فيك وقال لك قول، وفي ناس لزقه شويه كده، قول 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 قول، ساعات ده بيكون نصاب، ويكون الحاجه اللي ماسكها معيوبه والعيب بتاعها مش ظاهر، ومستنيك تقول. انت شايف الخروف لو هو سليم يسوى 1500، وهو الخروف معيوب واخده ب1000، فانت تفرح تيجي تقول ايه، يقول لك قول قول قول، تروح انت شايف الخروف يسوى 1500، ما انت لفيت في السوق، تقول له 1100 1200 اخره 1200 جنيه معايا، يقول لك ليه، هو انا سار هو يملك في المهندي، وهو خلاص انت زبونه، هو تلاقيه واخده ب1000 لما يكون معيوب. فانت ما كنتش بتفهم في الحاجه المعيوبه والسليمه، او شاكك في امر الراجل ده العبان في اللف والدوران، ما تشتريش منه حتى لو رخيص، لان لو خدت الخروف رخيص بترجعه، ترجيعه بيبقى صعب، ترجيعه بيبقى صعب لو الخروف فيه عيب ما كانش واضح، عيب مش ظاهر، يبان لك لما تروح، يبان لك لما تروح، ويا عالم ممكن تبان او ما يبانش معاك. في الحاله دي بيبقى في ناس مماطله شويه، وعشان يرجع لك ساعات ممكن يخصم من حقه، يغرمك فيه يعني عشان يرجعه لك. لو قعدته في قعده والخروف باين عليه التعب، باين عليه المرض، يبقى بيرجع لك فلوسك، بس ممكن ينزل لك من فلوسك شويه، يخصم من فلوسك شويه. المهم، فما تشتريش غير برضك تشوف الناس اللي وشوشها حلوه، ناس محترمه باين على وشوشها، وتاخد رقم التليفون عشان تعرف تتواصل معاه لو روحت فيه اي حاجه. ما عرفتش تشتري زي ما قلت لك في الـ في الـ في الـ في الارض، يعني مش معرفتش تشتري، ما عرفتش تشتري بالعرق، او ما عرفتش تشتري بال تزود، لا في الحاله دي نشوف لك واحد بيعرف يشتري احسن. ما عرفتش في السوق بعد الشرح ده كله، يعني ما عرفتش تشتري في الغنم في السوق بالذات، سواء العرب ترك سواء يعني نوعا ما فيها امان شويه عن سواء الفلاحين، وطريقتها بسيطه كده، انا ذكرت لك ازاي هما بيشتروا، ازاي بيبيعوا بالعرق، او انك تزود يقول لك عندي كذا، الضمانه بتاعت الغنم ازاي، 7 ايام ضد الامراض اللي ذكرتها لك، تاخد نمره التليفون من الراجل اللي بتشتري منه، بس تقلب غنمك حته حته وانت بتحملها العربيه، لو سايق الغنم بتسوقها مجموعه كده، تفرج على مشيتها وهي بتمشي، حاول تفرقهم كده على بعض، يتفرقوا شويه بحيث تعرف تشوف مشيه كل واحد على الارض، لانك انت بتشيله وما تشوفش الماشيه، الماشيه بتبان وهو ماشي، وفي العربيه هتكبسوا مع بعض مش هتبان مشيتهم، هتبان مشيتهم لما تروح البيت. فعشان تحاول تفرز غنمك قدر المستطاع وانت في السوق، اي عيب وانت في السوق بيرجع باسهل من السهوله، بيرجع باسهل من طالما انت لسه ما رحتش من البيت، بدون غرامه العربيه، بدون غرامه خصم فلوس ولا خصم اي حاجه. لكن لما بيروح ويبرد، وتبدا بقى الاتصالات والحكايه، وانا على الاقل خلاص بتغرم عربيه. دي كده اهم النقاط، ازاي تنزل وتشتري الغنم من السوق من غير ما يكون معاك لا سمسار ولا تاجر ولا تعرف اي حد ولا تعرف اسعار الاغنام في السوق. النقاط اللي ذكرتها لك دي ان شاء الله هتشتري غنم بسعر كويس، وتعرف تتاجر فيها كمان باذن الله، وواحده واحده الناس لما بتشوفك في السوق باستمرار تشتري وتروح اسبوع وترجع لهم تاني، يعرفوا ان انت تاجر، الناس كلها بتفتح لك ببناها وتفتح لك دراعتها، ويقعدوا يندهوا عليك ويمسكوا فيك، تعالى عندي ده عندي ده، وتلاقي الناس كلها بتنطق الاسعار ليك، مفيش حد عاوز يكتم عنك حاجه، لانه عارفينك انك تاجر، عارفوك انك تاجر مش زبون، عارفوك انك تاجر مش زبون، فبالتالي كله فتح لك دراعاته وعاوز يعمل صداقه معاك، عاوز يعمل صحوبيه عشان عاوز يشتري ويبيع لك على طول. فانا طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.